تبول لا إرادي، إن إحنا دايماً بنقول للأولاد أسرع وسيلة للتخلص من علاج التبول لا إرادي، نمرة واحد مفيش مشروبات بعد الساعة 6 مساء، لا مشروبات ولا عصائر ولا مشروبات باردة ولا مشروبات ساخنة. الطفل يشرب طول النهار براحته أي كمية وأي عصائر براحته، أما بعد الساعة 6 مساء مفيش أي نوع من أنواع المشروبات. أسد.